السياسي والاقتصادي، هل ما زال بإمكان اعتبارها دول ملحقة تابعة ذات تأثير هامشي، أم أنها أصبحت يعني ذات قول وقادرة على يعني تعويض الخلل في الميزان قليلا؟ الأخ حسين الحقيقة في إيران أشار إلى نقطة في غاية الأهمية وأنا أحب أقف عندها قليلا، هو أننا أصبحنا أمام عالم متعدد الأقطاب، مالتي بولر وورلد، لم نعد عالم القطب الواحد، وده أمر مرئي ليس على صعيد شخص بذاته وإنما على صعيد الجميع. بزغ إلى حيز الوجود الآن الصين كقوة اقتصادية، ليس كقوة مالية ولكنها قوة اقتصادية اعتد بيها، أيضا الهند، البرازيل، روسيا، هذه الدول بدأت تظهر كأقطاب أعتقد إن بتأخذ مواقف الآن، هذه المواقف بعيدة عن الموقف الأمريكي، ليست، لا أقول بعيدة ولكن لا أقول ليست يعني متواكبة ومتلاصقة للموقف الأمريكي تماما. وأمامنا ما حدث من تركيا مؤخرا والبرازيل بالنسبة للموقف مع إيران والموقف الواضح منهم. أنا أرى أن في نهاية الأمر لابد أن يكون هناك حل سلمي، هذا ما تراه أمريكا، ما يراه الغرب، ما يراه العالم الآن، مواجهة بين الدول ده أمر منتفي، يعني مواجهة بين الدول بالمفهوم القديم أو ما حدث في العراق أو ما شابه ده أمر لن يتكرر وخطأ في التاريخ، وإحنا بنرى هذا الآن في الموقف الحالي من القيادات الأمريكية اللي عاوزة تخرج من أفغانستان والعراق وما إلى ذلك، لن يتكرر الخطأ. نصل من هذا إلى هناك حل سلمي. إذا الأخ عاطف قبرصي هذه مسألة عد أصابع أو عض على الأصابع، يعني عض على الأصابع بين الطرفين المعنيين. سنعود إلى دكتور إبراهيم عويس الذي انقطع الاتصال معه قبل قليل، أستاذ في جامعة جورج تاون من واشنطن. دكتور إبراهيم، يعني كنا نسأل عن مدى تأثير بقية الدول المضوية في مجموعة العشرين على قرارات الدول الصناعية الكبرى، دول الثماني، وحتى على نطاق أضيق الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، التأثير إن على الصعيد السياسي أو على صعيد اتخاذ قرارات اقتصادية تهم العالم بشكل عام، هل لهذه الدول التأثير الكبير أم أنها ما زالت يعني دون الدول الكبرى درجات؟ دكتور عويس؟ ايوه نعم، سمعت السؤال ام اكرره؟ ايوه تفضل. طيب ساعيد السؤال باختصار، نسال عن دور الدول المنضويه في مجموعه العشرين وغير المنضويه في مجموعه الثماني وتاثير او قدره هذه الدول على التاثير على قرارات الدول الكبرى ان على الصعيد الاقتصادي او السياسي. هل ليس انا في رايي انه ليس هناك من تأثير كبير، لأن الدول الكبرى أو العظمى ترعى مصالحها في المقام الأول، أما بالنسبة للأغلبية الساحقة الفقيرة في العالم فأنا أعتقد أنهم فقط يرموا بفتات لهذا الموضوع دون ملاحقة جادة منها، لأنها في المقام الأول ترعى مصالحها الاقتصادية والسياسية. طيب، وفيما يتعلق بالقضايا الساخنة، نتحدث الآن عن البرنامج النووي السلمي الإيراني وعن الضغوط الأمريكية الممارسة من أجل فرض مزيد من العقوبات على طهران ومن أجل تأمين مظلة دولية لهذه العقوبات، هل ترى أن مساعي من هذا النوع ستكون ناجحة أم فاشلة؟ أنا أعتقد أن هذا الموضوع يدفع في الأساس من إسرائيل والصهيونية العالمية والصحافة التي منحازة لإسرائيل في ومنها الكثير. أما بالنسبة للملف النووي فإن نجد أن بلد مثل السويد كانت لا تبغي إطلاقا الدخول في
البرنامج النووي بقصد الطاقة، بقصد توليد الطاقة. نعم. وبعد 30 عاما ألغت هذا القرار وبدأت في هذا العمل، فالعالم كله مقبل على الطاقة النووية المتجددة التي يمكن منها توليد الطاقة في الوقت الذي ترتفع فيه أسعار النفط حقيقة. إذن دكتور إبراهيم، أنت تتوقع يعني أننا متجهون أكثر وأكثر إلى استنساخ النموذج الإيراني عوضا عن تطويقه؟ أنا أعتقد أن النموذج تدفعه الصهيونية وتدفعه إسرائيل للعمل ضد إيران، هذا سوف يلغى في خلال سنة أو عام أو عامين، لأن البلاد بلاد كثيرة جدا تتجه إلى نفس الاتجاه، وبالتالي لا يمكن فرض عقوبات على كل البلاد التي تنوي هذا العمل. طيب، أشكرك جزيلا دكتور إبراهيم عويس، أستاذ في جامعة جورج تاون من واشنطن حدثتنا. سأعود إلى ضيفنا في طهران حسين رويوان، من يعني مما تفضل به دكتور إبراهيم عويس يتحدث عن أن هذا النمط من فرض الخيارات الغربية على دول العالم الثالث سيتغير، تحديدا فيما يتعلق بالبرنامج النووي السلمي الإيراني الذي أثبت نجاعته وما زال مستمرا. دعنا هنا نسأل عن عامل الوقت. الكثير من المراقبين يرون أن عامل الوقت يلعب دورا لصالح طهران نظرا لبراعة الدبلوماسية الإيرانية في التعامل مع الضغوط الغربية. يعني كيف يمكن لطهران اليوم أن توظف عامل الوقت لصالحها؟ يعني أولا، هناك في الوكالة الدولية للطاقة الذرية هناك 54 حقلا مسجلا في داخل هذا، يعني يستفاد فيها من اليورانيوم المخصب. يعني قد لا نعلم نحن إلا إنتاج الكهرباء، تحسين بعض البذور الزراعية، والطب يعني استعماله في مسألة السرطان. ولكن هناك الواقع غير هذا، هناك 54 فرعا، يعني العالم يتجه باتجاه استعمال أكثر للطاقة النووية في المجالات المختلفة. من هنا تحجيم إيران هو ضد عامل التنمية في هذا الإطار، ولا يمكن أن يصمد كثيرا على اعتبار أن ما يحدث ضد إيران هو موجود الآن في أكثر من 20 دولة. هناك إيران تنتج اليورانيوم المخصب لاستعماله في إنتاج الكهرباء في مفاعل بوشهر والاستعمال الطبي أيضا، في حين أن هناك دول كثيرة. في إيران هناك مفاعل واحد، وهناك يعني تهديدات وما إلى ذلك. في فرنسا وحدها هناك أكثر من 400 مفاعل لإنتاج الكهرباء. يعني هذا يعكس أن الدول الغربية تتعامل بإزدواجية أولا، وأن عامل الوقت ليس في صالحها. الآن هناك أصوات كثيرة تعالت في أمريكا تطالب بالقبول بإيران نووية على أن تكون هناك ضمانات أن لا تنحرف إيران المجال العسكري، وهذا يعكس أن الموافقين يعني موافقون مع البرنامج النووي الإيراني وصلوا حتى إلى المجتمع الأمريكي، والأصوات المتعالية من أمريكا ليست بالقليل، وهذا يعكس الاتجاهات السياسية التي